المحاربات احنا مش لاقيينهم. تعالوا كده. طيب ممكن اللي مناسب ليها تيجي تقعد هنا لو حد في مكان مناسب ممكن يقعد هنا اثنين او ثلاثه عشان الناس اللي فوق. تعالي يا بابي. تعالي يا بابي. ممكن الصوت على صوت نشوف يلا بينا. تلول في جملة واضحة حط فيها اسم مصر قلت بحسن هي الجملة هي تحيا مصر قالوا لي بسمع لما سرحت وتخيلت قصي علي حراس كتيرة في وسطهم خطين ونس تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. صورك طيب تمام. هتركب مايك او حاجه؟ طب يلا بسرعه.
الدعم على فرع ان شاء الله هيكون قريب 2023 ازاي كل الدعم وصرف كبير ان شاء الله مؤسسه كبيره هتقلل قوانين الاقتصاد وتستوعب عدد اكبر من السرطان وعمليات اكبر وتجهيزات اكبر وعدد عمليات كبيره هتكون الشفاء لكل الوقت اتمنى كل النجاح في مؤسسه كبيره سواء في الفرع الحالي او في الفرع تحت الانشاء